هذه السفارة أول ما قامت به أنها أعدت دليل المشجع المغربي، وهذا الدليل يتوفر على كل المعلومات التي يمكن لأي متفرج أن يحتاج إليها، بدءا من المكان الذي يوجد فيه ملعب الذي سيجري فيه الفريق الوطني المغربي لكرة القدم مبارياته في حي السلام بضواحي مدينة القاهرة، والمطاعم والفنادق وأرقام الهواتف للشرطة ولبعض المستشفيات، وطبيعة الحال أرقام هواتف السفارة والفرق العاملة وسأتحدث عنها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا وضعنا ثلاثة فرق عمل. فريق عمل أول سيكون موجودا في المطار حالة ما إذا كان لديهم مشكل بالنسبة للتأشيرة أو لتنظيم مسألة العبور من المطار إلى خارج المطار. إذن هذا الفريق الأول. الفريق الثاني سيكون عبارة عن دورية ستحوم حول الأماكن أو المحطات التي من المرجح أن يقصدها الجمهور المغربي، وخاصة حي السلام حيث ستجرى المقابلات. ثم هناك فريق ثالث وسيشتغل بكيفية مندمجة مع مصالح القسم القنصلي التابع للسفارة، وستكون مهمة هذا الفريق هو تقديم أي نوع من الدعم والمؤازرة لأي فرد مغربي مثلا فقد أوراقه الثبوتية، لكذلك مساعدته في حالة ما إذا طرأ له مشكل صحي إلى غيرها من المساعدات. من طبيعة الحال الأوراق الثبوتية وغيرها من الوثائق ستكون في القسم القنصلي، لا يمكن أن نقدمها خارج القسم القنصلي لأن هناك إجراءات، وهناك كذلك وثائق يجب الختم عليها. تلقينا دعماً كبيرا من الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الرباط، وأغتنم هذه الفرصة لأقدم الشكر للسيد الوزير الذي مدنا بعناصر بشرية حوالي 10 أفراد من الإدارة المركزية لتدعيم الفريق، فريق السفارة والقسم القنصلي التابع لها، للقيام بمهمتنا على أحسن وجه في هذه الظروف الخاصة. أعتقد أن قد نصل إلى 2000 مشجع، هذا انطلاقا من بعض المعلومات التي حصلنا عليها من السفارة المصرية في الرباط، انطلاقا من عدد التأشيرات التي تم منحها، وكذلك من خلال توقعات شركة الخطوط الملكية المغربية التي وقعت اتفاقا مع شركة سياحية مصرية معروفة لهذا الغرض. كنا أولا خلال الأسبوع الماضي بجانب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في كل تحركاتها، ويسرنا العديد من الأمور في اتصال مع السلطات المصرية، وأعتقد أن يعني مجموعة من الإكراهات تم تجاوزها، وهي إكراهات روتينية وبيروقراطية عادية. وأثناء المباريات سيكون يعني كل المتدخلين المغاربة حاضرين لمؤازرة الفريق الوطني المغربي إضافة إلى الجمهور. الجالية المغربية المقيمة في مصر تجعل أن عدد الذكور ضئيل، لأن أغلبية الجالية المغربية من النساء المتزوجات بمصريين. من طبيعة الحال هناك أبناء
الذين نتمنى أن يحضروا إلى الملاعب لتشجيع الفريق الوطني المغربي، ولكن يعني عدد الذكور من المغاربة المقيمين هنا في مصر بصفة عامة محدود مقارنة مع النساء المتزوجات بالمصريين. نأمل كذلك أن يتوافد على الملاعب عدد من المغاربة المقيمين في منطقة الخليج والمغاربة المقيمين في أوروبا. متفائل وكذلك متيقن بأن الفريق الوطني المغربي سيقدم عروضا في المستوى. طبيعة الحال أول شيء الأهرامات وكذلك المتحف الوطني المصري الموجود في ميدان التحرير وخان الخليلي وهو جزء من القاهرة الفاطمية أو ما يسمى بقاهرة المعز، وهي جميلة جدا فيها مآثر تاريخية وفيها مساجد وفيها متاحف وفيها دكاكين، يعني وكأنها رحلة إلى ذلك الماضي وإلى ذلك الزمن، رحلة عبر التاريخ. وهناك كذلك ما يسمى بالقاهرة الخديوية أي التي بنيت في عهد الخديوي، وهناك بالإضافة إلى هذا يعني المراكز مراكز التسويق أو التسوق الكبيرة في ضواحي القاهرة لمن أراد كذلك أن يزور هذه الأماكن.